تحرص الأسر البحرينية خلال شهر رمضان المبارك على استمرار العادات والتقاليد، ومن ضمنها الغبقة الرمضانية التي تعتبر إحدى صور العلاقات الاجتماعية الكريمة في الشهر الفضيل، وفيها من الكرم والحفاوة ما يليق بمكانة الضيوف ريم. واحتفظ اللقاء التراثي الرمضاني بمداولاته الروحانية رغم الأنماط العصرية التي شهدها في السنوات الماضية. الزيارات الرمضانية في مملكة البحرين تعتبر من العادات التي يحرص البحرينيون على استمرارها وإن تغيرت مظاهرها. فبعد أن كانت هذه الزيارات تقام في المنازل تحت مسمى الغبقة الرمضانية، انتقلت إلى المطاعم والفنادق التي خصصت مساحات عائلية بأجواء أكثر تنوعاً من ناحية الفقرات الترفيهية والطعام. أول يومين ثلاثة من بداية شهر رمضان المبارك بيكون شوي خفيف، الناس أكثر تهتم بالزيارات العائلية، زيارات المجالس والأمور. هلا حسب بلش الإقبال يصير يزيد، الناس عم بيجوا اللي كان إفطار واللي كان بنفس الوقت غبقة يعني، بس على الغبقة كمان عم بيجوا ينبسطوا، الإقبال عم بيزيد يوم بعد يوم، وهلا صار فينا نقول نحن صرنا بالذروة اللي هي بلشت الناس تظهر أكثر وتطلع وتجرب. هذا العام في إقبال كثير حلو على الغبقات الرمضانية خاصة بين العوائل، يعني المقيمين والبحرينيين بيحجزوا ويعني يستمتعوا بهالأجواء الرمضانية، واللي فاجأنا أكثر أن حتى غير المسلمين صاروا يحجزوا ويحبوا يكتشفوا الأجواء هذه ويتعرفوا أكثر على عاداتنا وتقاليدنا كمسلمين. وطبعا البحرين أنتوا تعرفوا البحرين كثير معروفة بالتسامح والتعايش بين الأديان، وشهر رمضان خير دليل. في الغبقات يعيش الأهل والأصدقاء الأجواء الرمضانية من خلال تجمعهم حول الموائد لتناول أشهى المأكولات العالمية وتبادل الأحاديث وكسر الروتين اليومي. زيارة الغبقات خصوصا بعد الأسبوع الأول تكسر الروتين، خصوصا للناس اللي مهتمين بالمطبخ ويكونون متحملين مسؤولية البيت. فبالعكس ومثل ما تشوفون هني الأجواء جدا عائلية ومريحة وبنفس الوقت بسيطة، يعني ما فيها ذاك التكلف اللي ممكن يضايق، يعني رمضان حق الراحة والبساطة. تعرفين المنزل، احنا عادة المنزل أكثر شيء احنا نفضل الفطور حق المنزل، بس الغبقات شوي نطلع برا، يعني عقب صلاة التراويح نقدر نطلع برا نروح غبقات هنا وهناك، يعني نغير جو شوي. وكأنهم أسرة واحدة يجتمع الأهل والأصدقاء حول مائدة الغبقة، غير مبالين بتطور شكلها ومؤكدين على استمرار هذا التقليد تعزيزا للتعارف والترابط المجتمعي. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.